مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. اليوم خرجنا باش نسولوا الشارع المغربي على شنا هو السالير اللي يقدر يعيش به الشهر كامل، خصوصا في هاد موجة الغلاء اللي ولات مؤخرا. خليكم معنا باش تعرفوا الأجوبة ديالهم. شنو السالير يقدر يعيش في المغرب؟ شوف ان شاء الله السالير اللي قدني في المغرب هو 5000 درهم. 5 مليون لا كونت نو دي ديبونس و دي ديبونس هادشي خاص او موان 5 مليون الشهر. هكاك 1000 درهم. 1000 درهم بلا كرا بلا والو. انا ماشي من داك النوع اللي كيبقى يشري الحوايج بزاف والماكياج. السالير اللي نقدر نعيش فيه في كازا 8000 درهم للفوق، ما نكذبش عليك. في الشهر 4000 درهم 5000 درهم. تعيش مزيان؟ نعيش مزيان. كيفاش غتفرق؟ غنفرق دابا نيت نعيش بها دابا نيت. الصالير اللي يقدر يعيشني في الشهر هو 3000 درهم كافياني بالنسبه لي انا بوحدي. 3000 درهم ديال الكريدي ديال التريطا كريدي، والشي الاخر تعيشي به عادي. تريطا كريدي صافي، والشي الاخر تعيشي به عادي. 2000 درهم تشد لك 30 جور 30 يوم 30 قولي 30 31 في 2000 درهم 2000 درهم لا تشري بها الطعام والشراب، ما تاكل يوم تشرب. هذا ديال انسان تبوحدك؟ لا بالزواج فوالا شي 4-5000 درهم تقد تقدي بها الخضره الديسير اللحم الدجاج صافي هادشي اللي كاين. ها عندك الكرا ولا التريطه ديال الدار ما غاديش تاخذ ليكونوميك. واحد 10-12 درهم في الشهر. مدرسه ديال الدراري واحد 300 درهم الواحد. اللي كان عندك جوج ولا ثلاثه هذيك وعاد تقضيها، وهذيك الماكله هذيك خصك واحد ما بين 12000 و 15000. دابا كنقول لك هادشي عند التجربه ماشي وعاد يعني دابا 50000 درهم راه ماشي رفاهيه. لا غير عادي غادي غادي، وداكشي فعلا داكشي اللي كنخسرو دابا. داكشي اللي كنخسرو دابا خسر دابا ولابون عاوتاني بيان سور غادي تاخذ في الاخر. لابون غير 3500 لابون 3500 درهم 3500 وما كاينينش. زدت فيه شويه. كنتي ساكنه؟ لا ما كنتش ساكنه. ما فهمتش. مثلا الا كنت ساكنه مع دارنا 1000 درهم علاش لا ما تقدنيش. اما الا كنت بوحدي 2000 بحال هكاك. الاساسيات الدار غتكون انت على شي، يعني ما غاديش نكون خديت شي دار كبيره ولا شي حاجه، الحاجه على قدي ونشري الاساسيات المهمات، ما نشريش الخوا الخاوي. فهمتي داك النوع اللي كيبقى يشري الحوايج ويشري لي ماكياج شري الاساسيات. لا الماكله تقدني. الماكله تقدك؟ تقدني 1000 درهم 2000 درهم يكون ساكنه بوحدي وفي الشهر كامل علاش لا. اما باش زعما تكون قبل ما تدي داك الفلوس قبل ما اصلا تبدا تفكري خاصك تكوني حاطه واحد البلون اللي غادي تخطي فيه اشنو خاصك اشنو هادي وشنو هادي صافي. خاصو غير يعرف كيفاش يسير حياته. لا شي ما كاريش اخشي 8000 درهم ما كاري ما واكل. تنبغي نعيش انا فهمتيني، كنبغي نسافر. اذا باش تكون عندك الدار وتكون نكون كاري وعندي طوموبيل وخاصاني 8000 درهم 8000 درهم الصالير ديالي ما غنخلصش الكرا. انا عندي الدار، عندي تكون عندي الدار عندي الطوموبيل 8000 درهم يلاه غتجيبني لاصق مع الوقت. 8000 درهم يلاه غادي تجيبني لاصق، غنكري ب 3000 درهم غنعيش. راه غتخسر واحد 3000 درهم ماكله وشراب. غاليه حتى لهذ الدرجه؟ غاليه بزاف. شوفي زادوا علينا الماء، زادوا علينا في الزيت، زادوا علينا في المازوت، زادوا علينا معطلين. هما قال لك معطلين غيشدونا هادو. اذا 8000 درهم 8000 درهم ما كافيانيش انايا الا كنت كاري. نكون ما كاريش 8000 درهم عندي طوموبيلتي 8000 درهم يلا غنعيش بخير بلا وليدات بلا زواج. غنزيدو في الوليدات عاوتاني غتكبر من هنا 3 سنين وني شد 10000 درهم تجيني يلا مع الوليدات، والد وليد ولا وليد وبنيه فهمتيني. والله يدير الخير. تندبر عليها في النهار وتخسرها في النهار. تنقسمها 5000 ريالات 400 درهم 8000 ريالات في النهار. الكرا عندنا الدار تبارك الله خشي ديال جدود الدار ما كاين لا كنخلصوا فيها لا ظلمة. الدار ديال جدودنا 4000 درهم عندنا ما تنخلصوا فيها لا كرا لا ما لا والو، تنخسرها في الماكله وفي الزهو وفي الدوران وفي الحوايج صافي. اليوم شنو نصور قول 200 درهم 5000 في النهار جايه العياد. شحال كتصور في الشهر؟ كنوصل 130. الخدمه ديالي هي نجار، تنخدم بكل شيء مع الوطيلات، تنخدم في اي بلاصه تنخدم فيها.
ما قدانيش الصراحه اخشي، والله ما قداني، ما داير لي والو اخشي. يلا مضارب معاه، خصني مازال بان، خصني مازال شي مليون مليون ونص. ما عندي لا مجوج، ما عندي وليدات لا والو، ندير راسي. لا سكري ما خدامها. قسم لي 3000 درهم كيفاش غتخسر؟ 3000 درهم عندي مثلا 700 درهم ديال الشهر، وبالنسبه انا خدام كنتخلص السيمانه كنقضي باش ما عطل. من كافيني 3000 درهم الشهر، كراهم ماكله كلشي. انت بوحدك مزوج ما لا؟ ما مزوج ما والو، ضروري خصني شي المهم شي 4000 درهم بحال هكا. ما الحمد لله نتزوج وما غاديش نبقى في الكرا. ما كنوصلش تقريبا 3000 درهم، كنعرف كيفاش نسير الامور ديالي، وصلت 3000 درهم الحمد لله. مشاهدينا ومتابعين قناه اشواق تيفي، رجعنا لكم مره اخرى. كانت هذه هي الاجوبه ديال المغاربه، كاين اللي كيقول 3000 درهم، كاين اللي قال 5 المليون. عرفت الفريق كبير، انتم اشنو الراي ديالكم؟ خليه لينا في التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.